السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخباركم إيه؟ إن شاء الله تكونوا بألف خير. النهاردة فيديو جديد، لو لسه ما اشتركتوش في القناة يا ريت تشتركوا قبل ما نبدأ، ولو الفيديو عجبكم اضغطوا لايك وما تنسوش تفعلوا الجرس عشان كل الفيديوهات الجديدة إن شاء الله توصل لكم أول بأول، وما تنسوش تتابعوني على الانستجرام، هحط لكم اللينك في صندوق الوصف. النهاردة ريفيو جديد، الريفيو عن كحل ميبلين. الكحل ده أنا جربته مؤخرا وعجبني جدا جدا، وهو اتشهر من ساعة ما الإصدار ده نزل. الكحل ده سعره 75 جنيه، ممكن تلاقوه أرخص ممكن تلاقوه أعلى حاجة بسيطة على حسب مكان اللي هتجيبوه منه. الكحل بصراحة عجبني جدا، بس في بعض عيوب بسيطة ممكن ناس ما تحبهاش. العيوب مثلا ان هو مكتوب هنا ان هو بيدوم 12 ساعة، فده مش حقيقي، يعني هو اخره 3 4 ساعات وبيبدأ بعد كده يسيح حاجة بسيطة، وده العيب التاني انه بيبدأ يسيح حاجة بسيطة قوي قوي بعد 3 4 ساعات. يعني هو بيفضل بنفس الافكت اللي انت حطيتيه لمدة مثلا 3 4 ساعات، على حسب انت نازلة الصبح بالليل في شمس في يعني حاجات الظروف دي. بيبدأ بقى يسيح حاجة بسيطة قوي، فدي مش بتضايقني لان انا بحب يعني بحب اللوك ده، انه يبقى كأنه في شادو كده غامق من تحت. في ناس ما بتحبش ان الكحل يسيح، يعني بيبهدلهم، فده عيب تاني بتاعه. انا شايفة ان الكواليتي بتاعته مناسبة جدا بالنسبة لسعره. كمان في ميزة بالنسبة لي، ان انا جربت الكحل اللي بيتبرى، وابشع حاجة ممكن تجربوها بجد الكحل اللي بيتبرى ده، يعني عمري ما جربه تاني، فبقيت اجيب الكحل اللي بيتلف، فده سهل قوي قوي في اللف، وبس ما يعني على قد الاستخدام تطلعوه حاجة بسيطة كده عشان ما يتقطمش منكم. وبالنسبة للونه فهو لونه اسود فحمي كده، وناعم قوي قوي في العين على فكرة. يعني انا من ضمن الحاجات اللي حبيتها برضو ان هو ناعم قوي قوي في العين، مش زي الكحل اللي جربته قبل كده بيقعد كأنك بتحاربي وانت بتحطيه في العين. فبصراحة هو عجبني يعني، بس طبعا يرجع برضو لتفضيلكم الشخصي واختياراتكم بالنسبة للسعر، بالنسبة لحتة انه يسيح دي، بحتة انه هو دايم او مش دايم. وهو على فكرة المفروض انه يعني ووتر بروف. انا ما اعرفش الموضوع ده، يعني ما جربتش يجي مية على وشي وانا حطاه، بس وهو بيتشال بصعوبة شوية، يعني بيتشال يعني لازم مجهود شوية، فده يدل برضو ان هو ممكن يكون الووتر بروف. مكتوب ان هو بارجان اويل، يعني المفروض ان فيه نسبة ترطيب ولطيف كده على العين. بس ده كان ريفيو النهاردة، اتمنى انه يكون عجبكم. لو جربتوه او لسه هتجربوه ياريت تقولولي ريفيوهاتكم في الكومنتس، وان شاء الله نتقابل في فيديو جديد. مع السلامة.